أهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية والعربية والدولية، ونبدأ بعد الفاصل. البداية من صحيفة القدس العربي، نقرأ مقالا للكاتب جمال محمد تقي بعنوان يوم النكبة العراقية. يقول الكاتب: لم تكن الأوضاع في العراق قبل 9 نيسان أبريل عام 2003 وردية، وليست أحوال البلاد والعباد سمنا وعسلا، فالبلاد كانت تعاني من حصار جائر وشامل وغاشم تواصل لأكثر من عقد أريد به إضعاف مناعتها وشلها حتى تحين لحظة الانقضاض عليها ومحو دولتها وتقسيمها قسمة غير معلنة لجعلها حقل تجارب لشرق أوسط جديد عبر مخاض مبرمج لفوضى أسموها خلاقة. لم يكن نظام الحكم في العراق وقتها مثاليا ولا ناعما ولا تبعيا ولا مطبعا، ولكن في 9 نيسان حيث احتلال بغداد وسقوط النظام العراقي بدأت سياسة فرق تسد التي اعتمدها المحتل الأمريكي بالتعاشق مع الدور الإسرائيلي والتي تماخت مع الأجندة الانتقامية الإيرانية، فعلت فعلها في تأجيج الفتنة الطائفية والإثنية في العراق ما بعد الاحتلال. المحصلة: احتلال العراق وتدنيس مقدراته، حل جيشه وتفكيك مؤسساته، تدمير البنى التحتية، وإقامة مقتلة منظمة للكفاءات العليا، وهجرة مليونية للملاحقين والمتضررين والناقمين، وفبركة نظام مشوه بدستور غير متسق مع نفسه، وكأن مجرد إطلاق مزادات انتخابية تداور السلطة بين متنفذي الأمر الواقع المفروض بالدبابات الأمريكية هو مبتغى التحول الديمقراطي المنشود، متناسين أنه لا ديمقراطية حقة دون استقلال وطني خالص من أي تبعية، وإلا فإن النظام الملكي كان برلمانيا كذلك. تحول العراق إلى مغارة علي بابا تتقاسمها ميليشيات الملل والنحل، وصار الفساد الشامل هو روح هذه الفترة المظلمة من تاريخ العراق. ولم تكن ظاهرة داعش ممكنة لولا احتلال العراق والعبث في توازناته الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والقيمية. ومع الوقت، وبعد مرور 21 عاماً على قيامه بأكذوبة البحث عن أسلحة الدمار الشامل، يجتهد عباد البلاد المخلصون للخلاص من التبعية بكل أشكالها العسكرية والاقتصادية والنقدية واسترداد الإرادة العراقية الحرة بمعزل عن الفتن. مئات الألوف قتلوا وهجروا ودمرت مدن بأكملها بنكبة العراق منذ عام 2003. ومن مجلة كاردينا نقرأ مقالا بعنوان جريمة الفساد المالي والإداري المنتشر في جميع مرافق الدولة للكاتب مصطفى محمد غريب. يقول فيه: أسباب البلوى الاحتلال الأمريكي وحلفاؤه، تدخل دول الجوار وبخاصة إيران في شؤون البلاد بأشكال مختلفة واستمراره، وكذلك المحاصصة الطائفية التي ما تزال تسعى للتدمير وإفلاس البلاد، والتزوير وتجاوز واستغلال المال العام في الانتخابات وغير الانتخابات، الإرهاب ومشتقاته، كل ذلك وغيره كان الطريق التشبث بالسلطة وعدم التفريط وتبادل السلطة سليما، فكان هناك الاستغلال والهيمنة والفساد المالي والإداري وانتعاش البرجوازية والمنتفعة من الدمار والتخريب والترهيب وتجارة المخدرات والاغتيالات والقتل والاعتقال المبرمج والفقر ودون الفقر والبطالة والاعتماد على الاقتصاد النفطي من غير القطاعات الأخرى. يضيف الكاتب: هذا هو العراق، العراق اليوم بعد 21 سنة من الاحتلال. المواطن العراقي وجد نفسه في عالم من التناقضات والأوضاع الأسوأ من السيء، يعيش حالة من الذهول والارتباك والقلق وفقدان الثقة والترحم على النظام الدكتاتوري السابق، وهذه هي الطامة الكبرى. جرثومة الفساد التي تنخر في جميع مرافق الدولة أصبحت منظومة متكاملة استطاعت التوغل في جميع المرافق وامتدت حتى للأجهزة الأمنية، وبخاصة في مجال استرداد واستيراد السلاح وغير السلاح، وهي آمنة من أي عقاب قانوني
بسبب الحماية المخصصة من قبل البعض من المسؤولين الكبار في الدولة، فضلاً عن تغلغل الميليشيات الطائفية المسلحة في الأجهزة الأمنية بغرض الحماية المسلحة وغير القانونية، إضافة إلى العشرات من العاملين في الأجهزة ومناقب الدولة المستفيدين من الرشاوى والمال الحرام المسروق من المال العام. فترة ما بعد 2003 انتقل العراق من بلد متعدد النماذج الاقتصادية إلى الاقتصاد الريعي الذي اعتمد على موارد النفط تقريباً دون غيرها، فدمر القطاع الخاص ودمر الاقتصاد الزراعي وتفشت أمراض الرشوة والسرقة وتهريب الأموال من خلال إقامة شركات وهمية مستغلة نظام المحاصصة وتفشي الفساد وتقاسم وظائف الدولة والسلك الدبلوماسي. ومن الجزيرة نت نقرأ مقالا بعنوان دينيس روس وغطرسة السياسة الأمريكية في المنطقة للكاتب أحمد العطاونة. يقدم الأمريكيون سواء كانوا في مواقع رسمية أم في مؤسسات بحثية وأكاديمية أنفسهم كخبراء استثنائيين وأوصياء قادرين على وضع الخطط والصيغ والمقاربات الأنسب للأزمات الدولية. يضيف الكاتب: يحددون بكل فوقية لكل طرف ما ينبغي عليه فعله وما يمكنه وما لا يمكنه القيام به، ويقررون نيابة عن الشعوب ما هو الأنسب لها. ويضيف الكاتب أن الأمريكيين يحددون من هي الجهات والقوى والأفكار الصالحة ومن هي الجهات الشريرة التي يجب استئصالها، ومن لا يستجيب من الشعوب لهذه الوصفة الأمريكية الجاهزة له فإنه سيواجه العواقب الوخيمة، فقد سمحوا لأنفسهم وبكل عجرفة وغطرسة استباحة دماء الشعوب والأبرياء وتدمير بلدانهم وهدم دولهم ليفرضوا عليهم ما يعتقدونه، وما تجارب العراق وأفغانستان وسوريا واليمن وليبيا عنا ببعيدة. ينصح دينيس روس إسرائيل بأن تستفيد في تعاملها مع حركة حماس كإيديولوجيا من التجربة الأمريكية في التعامل مع داعش في سوريا والعراق، معتبراً أن الولايات المتحدة الأمريكية هي من نجحت في القضاء على داعش، متناسياً أن من حارب وواجه وهزم داعش هم أبناء المنطقة العربية والإسلامية، وأن داعش كانت حالة غريبة عن المنطقة، بينما حركة حماس هي حركة مقاومة وطنية فلسطينية محلية، قياداتها وكوادرها وشبابها ومقاوموها هم من أبناء مدن وقرى ومخيمات فلسطين. ومن وحي التجربة الأمريكية الفاشلة في أفغانستان، يقدم دينيس روس للفلسطينيين تصوراً لليوم التالي للحرب، ولم يمنعه فشل بلاده في فرض قيادة سياسية على الشعب الأفغاني عندما اعتقدوا بإمكانية فرض نظام كرزاي الموالي لهم وفرض إرادتهم على إرادة الشعب هناك، فيقترح على الفلسطينيين أن يكرروا ذات التجربة، ولم تتمكن أو لم ترغب الولايات المتحدة في نشر الاستقرار والأمن أو مساعدة الشعوب في إنجاز حقوقها في أي من الدول التي احتلتها أو تدخلت بشكل فاعل في شؤونها وأزماتها، والتجارب العراقية والأفغانية والسورية واليمنية تؤكد ذلك. نشرت صحيفة الجارديان مقالاً للصحفية شادة الإسلام شددت فيه على فشل الاتحاد الأوروبي في محاسبة الاحتلال على انتهاكات القانون الدولي في غزة، ما أدى إلى إحداث فجوة واسعة في ادعاءاته بأنه مدافع قائم على القيم، عن القواعد الدولية والديمقراطية وحقوق الإنسان. وأضافت في المقال أن الاتهامات بالكيل بمكيالين جاءت بقوة وبسرعة من حكومات الجنوب العالمي ضد الاتحاد الأوروبي، حيث قارن كثيرون بين إدانة أوروبا القاطعة للغزو الروسي لأوكرانيا وإحجامها على انتقاد الدمار الذي تلحقه إسرائيل بغزة، ما ينبغي أن يكون أكثر إثارة للقلق بالنسبة لبروكسل برأي الكاتبة، فهو أن سياستها في غزة قد أضرت بشكل أو بشدة كبيرة بمصداقيتها بين الناشطين المؤيدين للديمقراطية وحقوق الإنسان. لسنوات عديدة عمل الاتحاد الأوروبي على إطلاق مجموعة من المبادرات وحوارات المجتمع المدني في العالم العربي وخارجه،
الهدف هو كسب قلوب وعقول الطلاب والنقابيين والأكاديميين والسياسيين الشباب ورجال الأعمال وقادة حقوق المرأة وممثلي الأقليات العرقية. ومع ذلك، وفقاً لمركز أبحاث المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية وهو ما أكده أصدقاؤها العرب والأفارقة والآسيويون، فإن ردة فعله أي الاتحاد الأوروبي تجاه غزة يمزق احتياطاته الضخمة من القوة الناعمة، فلا عجب أن يستغرق الأمر ما يقرب من 6 أشهر من زعماء الاتحاد الأوروبي ومقتل نحو 30,000 فلسطيني بما في ذلك الأطفال للدعوة ليس حتى إلى وقف فوري إطلاق النار، بل إلى هدنة إنسانية تؤدي إلى وقف إطلاق النار. كما أشار المقال إلى أنه بحسب استطلاع للرأي أجري في 16 دولة عربية، فإن 75% من العرب ينظرون إلى المواقف الفرنسية والألمانية بشأن غزة على أنها سيئة أو سيئة للغاية. ومع تزايد خيبة الأمل تجاه الغرب، يتم تسليط الضوء على المعايير المزدوجة لأوروبا على وسائل التواصل الاجتماعي العربية من خلال الميمات ومقاطع الفيديو والرسوم المتحركة. أجرت مجلة نيوزويك الأمريكية مقابلة حصرية مطولة مع رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، تطرقت للعديد من القضايا المحلية والإقليمية والدولية. وفي رده على الاتهامات الموجهة لحكومته بشأن الديمقراطية وحرية الصحافة، زعم مودي أن الهند هي أم الديمقراطية. ولدى سؤال مودي عن الأقليات الدينية التي تشتكي من التمييز، زعم أن هذه هي الاستعارات المعتادة لبعض الأشخاص الذين لا يكلفون أنفسهم عناء مقابلة أشخاص خارج فقاعاتهم. وتقول الصحيفة في المقابل، تؤكد الوقائع والتقارير الحقوقية تعرض المسلمين وهم أكبر أقلية في الهند للتمييز والاستهداف واستهداف مساجدهم التاريخية من قبل المتطرفين الهندوس، وبتواطؤ من حزب مودي الهندوسي المتطرف الذي أطلق مسؤولون فيها تصريحات معادية. تبلغ نسبة مسلمي الهند ما يقرب من 18%، أي 200 مليون نسمة من إجمالي سكانها الذي تخطى 1.4 مليار نسمة، حيث تجاوزت الهند الصين لأول مرة لتكون أكبر بلد في العالم من حيث عدد السكان. وكان الكاتب الأمريكي المولود في الهند سانند دوم في مقال بصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية حذر في مقاله في عام 2022 بعنوان القومية الهندوسية تهدد صعود الهند كأمة من مخاطر التطرف الهندوسي المعادي للإسلام والمسلمين على صعود الهند كأمة وعلى علاقاتها بالعالم الإسلامي وخاصة في منطقة الخليج العربي، حيث أن نحو 1/3 مواطني الهند في الخارج يعيشون في دول مجلس التعاون الخليجي الست. ووفقاً لمعهد سياسة الهجرة وهو مركز أبحاث في واشنطن، فقد استأثرت دول مجلس التعاون الخليجي في السنوات الأخيرة بأكثر من نصف تحويلات الهنود في الخارج والبالغة 87 مليار دولار تقريباً. وكان الكاتب يشير للتعليقات المهينة التي أدلى بها مسؤولو الحزب الحاكم حينها حول النبي محمد عليه الصلاة والسلام التي أججت الغضب وسط مسلمي الهند. نبقى الآن مع الوجه الآخر لحرية التعبير.
العراق قصيدة الشعراء الحاضر الدائم بأصوات عراقية وأخرى عربية. ودجلة والفرات العذب ملح أجاج من دموع المتعدين. عراق المجد والتاريخ يشكو فراق الأهل والمتعاطفين. كثيرون من يتطلعون بإبداعاتهم إلى انتزاع حرية مأمولة وحياة تليق بشعوب تستحق. الصاعدون إلى السماء جهارا رسموا لمن ورث الثرى آذارا، وتكاثفوا في الغيم حتى يهطلوا في حضن بغداد الهوى أنصارا. محمد سيدي فاضت بك النعم، وليس دونك دين فيه نعتصم. تابعوا برنامجنا أسبوعيا على شاشة قناة الرافدين. بيت القصيد، الكلمة التي تصنع الأثر وتسعى إلى تحقيق الأفضل وتنتصر للإنسان. تجمع الآلاف من المتظاهرين في منطقة مانهاتن بمدينة نيويورك احتجاجاً على الحرب الإسرائيلية الدموية على قطاع غزة، وأسفر الاحتجاج من خلال هذا الأسبوع عن اعتقالات عديدة. وقال شهود عيان أن الشرطة اشتبكت مع متظاهرين، وطالب المتظاهرون بوقف الحرب الإسرائيلية على غزة ووقف المساعدات الأمريكية لإسرائيل، ورفع متظاهرون لافتات تصف الرئيس الأمريكي جو بايدن بالمجرم وجو الإبادة الجماعية. وعلى الرغم من تصاعد الاحتجاجات التضامنية مع غزة في نيويورك وغالبية المدن الأمريكية، إلا أن وسائل الإعلام الرئيسة في المدينة ومن بينها نيويورك تايمز وول ستريت جورنال حاولت التعتيم على الحدث بشكل مثير للانتباه. والآن نتابع فيديو اليوم الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. Thank you.
شكرا لكم على طيب المتابعة.